ليه بقى؟ عشان بس يعني نتكلم على ماتش المنتخب، ويمكن انا كنت بتكلم في نقطه مهمه كابتن، ان البعض شايف ان الماتش اتاخد على قده او اتلعب على قده من لعيبه مصر. انت بتشوف ان الاداء الفني كان عامل ازاي، خصوصا للنجوم اللي هم المفروض كبار ومحترفين مصر زي صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش؟ لا خليني اقول لك في البدايه فاروق، يمكن الناس كلها كانت منتظره اداء احسن من كده، اداء جيد، خصوصا ان انت بعد فتره، يمكن بعد ما جبت مدير فني روي فوتوريا، الراجل عامل شغل كويس جدا. لكن انا شايف انه بيعتمد بجزء كبير جدا يا فاروق، وده يمكن اعتراض عليه، انه بيعتمد على اللعيبه المحترفين. طب هل اللعيبه المحترفين لو مش موجودين هتبقى نفس الاداء ونفس الشكل؟ انا كنت اتمنى يكون في دماء جديده في منتخب مصر يكون موجوده في امبارح الماتش. الماتش كان سهل، بس هو كان في البدايه لازم يبتدي بجول. معلش، ما انت لازم هتخلق امتى لعيب دولي يا فاروق؟ لازم يبقى موجود مصطفى فتحي، لازم يبقى موجود احمد عبد القادر، لازم يبقى موجود امام عاشور رغم زفافه، لكن في لعيبه كتير جدا. لان انت خلي بالك انت هتلعب 26، يعني تصفيات كاس العالم في 26، هتخش امم افريقيا، في لعيبه كبيره في المنتخب. هل هي هتكمل معاك الفتره اللي جايه، ولا انت عاوز تكسب وتعمل نتيجه وسلام عليكم؟ وعليكم السلام. لا، المنتخب جماهير عاوزه تطمن اداء ونتيجه عشان تخوف الفرقه اللي قدامك، تبقى بعبع لافريقيا وترجع تاني، خصوصا ان انت عندك لعيبه ولاعيبه كويسه جدا ولاعيبه محترفه ولاعيبه جيده ومتالقه في انديتها. ايه السبب ان انت ما بتتالقش هنا، او ايه المشاكل اللي بتحصل كفنيا؟ انا كنت اتمنى الاقي لعيبه تبقى موجود انا كنت اشوف واحد زي احمد عبد القادر موجود من اللعيبه الحريفه في مصر. هو شارك في الدقيقه 80، يعني حتى عايز يلعب من الاول، يعني لا يلعب، لا تشارك. يعني النهارده بدل محمود حماده، محمود حماده بيخاف او تحس انه في خضه، انت برضو كنت لعيب دولي وعارف، بتحس باللعيب اللي قدامك ان في خضه وانت بتلعب، او بيبقى في مفاجاه ان انت هتلعب او ان انت هتشارك. بس تعرف ان هو الراجل من ساعه ما جه هو مقتنع بيه على فكره، ودي وجهه نظره وتحترم، لكن في افضل. النهارده انت لما شفت زيزو موجود، لا يبقى الناحيه الهجوميه عندك بتبقى كويسه. النهارده صلاح بتغير مكانه وبتلعبه بلاي ميكر، يعني انت حاطه تحت راس الحربه اللي هو مصطفى محمد. حتى مصطفى محمد كان بعيد عن مستواه. خليني اقول لك ان المباراه زي ما انت قلت في البدايه، ان انت كنت الهدف ان انت تكسب الثلاثه بونت، ان انت تعتلي الصداره، وده اللي كان الهدف المطلوب. لكن انت نفسك تطمن لاداء منتخب مصر تاني، ان انت الشكل يطلع حلو، مش ماتش يعني ماتش وماتش، او سطر وتسيب سطر. فده اتمنى ان احنا كنا نتفرج عليه فترة. طب يعني هل هناك بعض اللعيبه يعني طمنوك لادائهم في التواجد مع المنتخب مصر؟ يعني سعيد جدا باداء محمد حمدي. كان هايل، يعني كان هايل وكان بيتحرك بشكل كويس جدا. محمد صلاح عمل له اسلوب باص، يمكن هو عمل الهدف الاولاني، يمكن رفع عينه، يمكن دي قليل قوي لما بتلاقي لعيب بيوصل للخط فاروق يرفع عينه. لا يمكن كمان صلاح عملها له وراح خد الكوره وعملها له بشكل كويس جدا. وده برضو في ناس هتقول لك ده من ضعف المنافس، ماشي، بس اوكي، بس في تحرك، في انتشار، في لعب ايجابي على الجول. لكن انت مش احسن حاجه، لكن الاداء في حد ذاته يعني برضو مش مرضي للشعب المصري او الجماهير المصريه. ان انت هناك هتكسب، وكما يعني هتعمل نتيجه، يعني انت ما تخافش من ملاوي، لا انت هتروح تكسب وهتكسب بشكل كويس. وده اللي انا كنت عايز اساله لك كابتن. انت حتى النهارده احنا بنتكلم على محمد عبد المنعم واحمد حجازي، مفيش اختبارات حقيقيه بالنسبه لهم اثناء اللقاء نتيجه الاداء الفني للفريق. لا ما انا بقول لك حتى الفرقه كلها، يعني حتى النهارده كنا بنشوف هاني بيتحرك بيهاجم بشكل كبير جدا، وكان عنده يعني بيجاسف في الحته الهجوميه. شفنا الحته الثانيه محمد حمدي، شفنا تحركات من صلاح كويسه جدا. يمكن مصطفى محمد ما ظهرش قوي، ما اعرفش في ايه، صيام او رمضان، فده يمكن شفناه. يعني انا رايي، يعني مع احترامي، النهارده كان يبقى موجود امام عاشور، يبقى موجود حمدي فتحي. الراجل لسه متجوز اصله يعني، فهو كان في اتفاق ممكن يبقى يعني متواجد على الدكه، ووقت ما يحب ينزله في توقيت معين هو متفق معاه. لا بس ابدا باللعيبه اللي هتكمل معاه فاروق. انت بتعمل ضخ جديد جدا، كتير جدا للعيبه كتيره في المنتخب، لازم يكون